الدولي للكتاب وبعد التقرير الذي بثته قناة النهار حول فراغ الجناح الجزائري في معرض الشارقة الدولي للكتاب في طابعته 36 وعدم وجود أي كتاب فيه. أخيرا وصلت الكتب إلى الجناح الجزائري بعد تأخر دام 3 أيام. المزيد في ميكروفون مراسلنا من هناك أو موفد قناة النهار إلى الشارقة عادل غضبان. تم استلام الكتب يوم الجمعة مساء وتم تصفيفها، واليوم تم فتح الجناح الجزائري والحمد لله كان هناك إقبال شديد من الجالية من القارئ الإماراتي والمبيعات، وكان اهتمام كبير بكل المنتوج الثقافي الجزائري وبالخصوص المنتوج ما يخص تاريخ الجزائر. الحقيقة سعدت بحضور الكتاب الجزائري في معرض الشارقة ممثلة بوزارة الثقافة الجزائرية، وأولا لأن حضور الكتاب الجزائري في المشرق قليل جدا من خلال ضعف التوزيع للكتاب الجزائري. الحقيقة يعني جناح رائع وممتاز في كثير من الكتب الثقافية والفكرية والإعلامية والصحافية، وأنا سعيد جدا بهذه الزيارة، جزاكم الله خير يعني.